أهلا بحضراتكم في هذه المتابعة الحية والمستمرة لمجريات الحوار الوطني ومناقشة كل ما يستجد في هذا الملف الهام، استعدادا لانطلاق حوار سياسي جاد بين مختلف القوى والأحزاب السياسية على طاولة واحدة من أجل التوافق على أولويات العمل الوطني، بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية في شهر رمضان الماضي لكل القوى والأحزاب للنقاش والحوار في خطوة هامة وحقيقية نحو الإصلاح السياسي، وأيضا في خطوة في طريق بناء الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع. نناقش اليوم أهم الرسائل التي يعكسها الحوار الوطني وكيف سينعكس على الحياة السياسية بشكل عام، وأيضا نفرد مساحات للإجابة عن الأسئلة التي تدور حول كيفية خلق حالة من الوعي العام بأهمية الحوار وقضايا، مع ضيفنا الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس تحرير الأهرام العربي. مرحب بحضرتك، أهلا بك معنا في هذا الحوار، وأهلا بك معنا في على شاشة إكسترا لايف. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. ببدأ مع حضرتك من أهمية الحوار الوطني في هذه المرحلة، هل نحن مستعدون في هذه المرحلة لإجراء حوار وطني حقيقي وجاد؟ يعني من المؤكد أنه ما لمسناه خلال عام مضى منذ أن أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة الحوار الوطني في 26 إبريل في إفطار الأسرة المصرية العام الماضي، ويعني عقدنا ما يزيد عن 23 جلسة لمجلس الأمناء. وفي الحقيقة يعني كانت تجربة مهمة جدا، وكانت مصر في حاجة إليها في هذا التوقيت، لأنه هذه المبادرة يعني بكل ثقة نستطيع أن نقول أنها الأولى من هذا النوع في تاريخ مصر الحديث. طيب. لم تحدث من قبل، كان في سابقة لحوار من قبل لكن لم يكتمل، كان في تجارب لكنها معظمها كانت تجارب هشة. تمام. في الحقيقة هذه التجربة، ليه أنا بقول الكلام ده؟ لأنه على سبيل المثال لما نبص على أعضاء مجلس الأمناء وتشكيلة واختيار أعضاء مجلس الأمناء من مختلف الألوان السياسية والأطياف السياسية، ويلتقون على مائدة واحدة ويتناقشون ويختلفون وتبادلون وجهات النظر من أقصى اليمين لأقصى اليسار، ثم يحدث التوافق. هنا بداية المكاسب السياسية للمجتمع، بداية المكاسب السياسية لهذه للدولة المصرية للجمهورية الجديدة. نحن أمام اختلافات تلتقي على طاولة التفاوض وعلى طاولة النقاش، بتصل في النهاية لاتفاق وتنطلق من أرضية وطنية، وده ما كانش موجود قبل كده. يعني إذن الحوار من قبل أن يبدأ حقق جزء كبير جدا من المستهدف منه، المستهدف منه، لأنه الحوار هو يعني الحوار ما بين كل الأطراف السياسية. طب ده كلام ما كانش موجود، أصبح موجود، يبقى إحنا قطعنا أشواط كبيرة جدا في تحقيق أهداف الحوار قبل أن تنطلق الجلسات الرئيسية. وفي الحقيقة يعني باتت هناك يعني اتفاق، أو بات هناك اتفاق كبير جدا على فكرة الانطلاق دائما من الأرضية الوطنية. تمام. ماذا يريد هذا الوطن في هذا التوقيت؟ هل من الممكن يعني استثمار هذه الفرصة ومبادرة السيد الرئيس في أن يعني تكون القوى السياسية والأحزاب السياسية فاعلة وشريكة بشكل حقيقي جد في بشكل حقيقي وبشكل كبير في صناعة القرار وفي الجمهورية الجديدة؟ يعني أعتقد أن كل المؤشرات في هذه الفترة يعني تؤكد ذلك، بدليل أنه وصلنا ل 113 موضوع و 113 قضية من خلال الجلسات أو طول فترة الجلسات خلال العام الماضي، وعندنا 19 لجنة داخل الحوار الوطني. تمام. وعندنا وهناك العشرات، عندما يعني لو خلينا أقول لحضرتك أنه هناك إقبال بشغف من كل القوى السياسية ومن كل الأحزاب ومن كل النخب وللمشاركة في الحوار، وهذا يعكس جدية الحوار، ومخرجات ونتائج اجتماعات مجلس الأمناء تؤكد ذلك، بل تقود المشهد السياسي إلى ذلك. وهنا خلينا أؤكد على حضرتك أنه على سبيل المثال أنه لما اقترحنا مشروع لمد الإشراف القضائي
وهنا اشرح لك ليه مد الاشراف القضائي، لانه الاشراف القضائي وفقا للدستور اللي صدر في 17 يناير 2014 كان يستمر لمده 10 سنين. طب 17 يناير 2014 10 سنين يعني انتهي امتى؟ يعني انتهي 18 يناير 2024. تمام. يعني احنا داخلين على انتخابات رئاسه، داخلين على انتخابات برلمان ونواب وشيوخ، وبالتالي نحن في امس الحاجه. رأى مجلس الأمناء أنه استمرار الإشراف الكامل القضائي الكامل ده أمر مهم جدا، فقدمنا اقتراح للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت يعني أنا ما بعتبرهاش مفاجأة، لأنه دائما السيد الرئيس هو داعم كبير جدا. الاستجابة خلال 24 ساعة، استجابة سريعة جدا خلال 24 ساعة، ودي بتقول رسالة، بتقول أنه السيد الرئيس الذي أطلق هذه المبادرة يقف خلف الحوار ويدعم دائما الحوار، وفي انتظار أي مخرجات ونتائج كما وعد الرئيس في عندما أطلق المبادرة ولإحالتها إذا كانت قرارات، في قرار تنفيذي يعني حلال الحكومة، لو في مقترح تشريعي زي الإشراف القضائي الكامل يحلها المجلس النواب أو مجلس الشيوخ، يعني كل جهة الاختصاص. وبالتالي هنا في الحقيقة الاستجابة السريعة بعثت ثقة وطمأنة وأمل، وزادت من حيوية مجلس الأمناء وكل الأطراف المشاركة في الحوار لاستكمال ما تم خلال الفترات الماضية. ربما تساءل البعض، طب هو الحوار اتأخر ولا ما تأخرش؟ كان في شوية بطء. لكن لا، خلينا نقول انه طالما احنا امام حوار من حيث المضمون لازم ياخد وقته. تمام. لانه ده حوار زي ما قلت لحضرتك في بداية الحلقة هو الاول من نوعه في مصر في تاريخ مصر الحديث. ولم يحدث انه كل القوى السياسيه بتاكل وتشرب وتتناقش وود ومحبه وعشره سياسيه وتوافق، ما حصلش. وبالتالي كل الموضوعات الاجتماع الواحد، يعني احنا عملنا ثلاثه يعني من ما يزيد عن 23 جلسه زي ما قلت لحضرتك، كل جلسه بتستغرق من 8 ل 10 ساعات، من 8 ل 10 ساعات. ولانه الموضوعات مهمه، ولانها تنطلق من ارضيه وطنيه، ولان المستهدف هو المواطن، ولان هناك رغبه حقيقيه من كل المشاركين في تقديم ما شيء جاد، فبالتالي بتاخذ نقاشات وبتاخذ وقت. لانه ممكن تعمل حوار من حيث الشكل والسلام، لا، لانك جاد في دوله جاده، في مبادره جاده، مبادرة بتكتسب أهميتها كمان من حاجتين مهمين، إنه الذي أطلق المبادرة هو رئيس الدولة، الرأي العام بات شريكا في الحوار، هو شاهد على كل ما يدور. أيضا ما فيش خطوط حمراء في كل القضايا، لا توجد خطوط حمراء على طاولة النقاش مجلس الأمناء على الإطلاق. ده دليل الشفافية والصدق. وأتحدى أنه يخرج علينا دلوقتي على الهواء مباشرة عضو مجلس أمناء يكذب ما أقوله. ليه؟ لأنه المساحة مفتوحة، النقاش مفتوح، كل يتحدث حسب ما يريد، سقف الحرية غير مسبوق. يعني هنا بندور دايما على التوافق فيما يتماشى مع الواقع وما يمكن تنفيذه. وبالتالي هنا المكسب مكسب كبير جدا للرأي العام، للقوى السياسية، للأحزاب. وبالتالي بقول لكل هذه القوى وهذه الأحزاب والمجتمع المدني لابد من استثمار هذه الفرصة. الأحزاب احنا عندنا 84 حزب، من بينهم 60 حزب غير ممثلين لا في مجلس الشيوخ ولا في مجلس النواب، وبالتالي يعني معناها الحالة الحزبية ضعيفة. عندي سؤال لحضرتك بخصوص الأحزاب لاحقا، لكن خليني عشان أستثمر وقتي مع حضرتك أسألك عن الرسائل أو أهم الرسائل اللي هيعكسها الحوار بين مختلف الأحزاب وبين القوى السياسية. الرسائل، يعني الرسائل أنه أولا إحنا في حالة انفتاح غير مسبوقة، ده واحد. اتنين، أنه أمام الأحزاب والقوى السياسية فرصة لابد من استثمارها. تمام. إننا أمام أو نحن أمام قائد حقيقي، رأس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدعم هذا الحوار، والدعم ده كان مش بس في الاستجابة للمقترحات أو بوعده في تنفيذ المخرجات والنتائج وإحالتها للحكومة أو التشريع، بل أيضا يعني تم تفعيل لجنة العفو الرئاسي مع المبادرة، مع مبادرة الحوار.
تمام وشفنا حجم الإفراجات اللي تمت تمام واستخدام السيد الرئيس لحقه الدستوري في العفو عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية. أوكي. يعني ده كلام مهم جدا ولم يحدث من قبل ولم يجرؤ أحد الاضطراب عليه، لكن حكمة ورغبة الرئيس الحقيقية في توسيع مساحة الانفتاح والمشاركة، وهو صاحب المبادرة ولم يكن أحد يجبره على هذه المبادرة، لكنها رغبة تبعث برسائل بأننا يعني أمام قائد يفتح المجال، أمام جمهورية جديدة ويمد يده للجميع للمشاركة في صناعة قرار يتعلق بجمهورية جديدة منفتحة حديثة يعني قائمة على أو يحكمها الدستور والقانون، وهذا ما تبعناه، وتهيئة المناخ السياسي بقدر الإمكان، وبناء الدولة. لأنه الحوار هنا يتعلق بإيه؟ الحوار لا يتعلق بالماضي ولا يتعلق بالحاضر فقط، ولكنه يخاطب المستقبل. المستقبل محور وطني تصب نتائجه وتستثمر نتائجه لصالح أجيال جديدة جدا في المستقبل، ويعني أجيال متعاقبة تجني ثمار هذا الحوار وتصب في صالح. وأنا أعتبر أن الحوار جزء أو مرحلة حقيقية من مرحلة بناء الدولة المصرية، لأنه جاء الحوار يعني في الوقت المناسب. وأنا بقول لحضرتك في الوقت المناسب ليه؟ لماذا الوقت المناسب؟ طبعا يعني أنا عايز أقول لحضرتك، لما يعني منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الدولة المصرية في 2014، وشوف إحنا أمام ميراث كبير جدا من يعني يحتاج إلى حرب كان وبالفعل، وهو الإرهاب، وبنتابع ما كان يحدث ثقيل في سيناء وفي الوادي، واستطاعت الدولة المصرية أن تحارب وتواجه وتقضي وتتخلص من هذه التنظيمات الإرهابية، وفي نفس الوقت كانت اليد الأخرى تبني الدولة. الدولة التي ظلت هشة على مدار ما يعني نحو نصف قرن، وبالتالي هنا تهاوت، وكان من الضروري والشيء المهم جدا أن يتم بناء الدولة، من طرق وسكك حديدية وإسكان وبنية تحتية كاملة، لأنه نحن أمام شعب يزيد، شعب له متطلبات خاصة، يزيد نحو 2.5 مليون سنويا، وبالتالي هذا يحتاج إلى أفق أوسع ونظرة أوسع وهكذا. عندما تحقق القدر الكافي من الاستقرار، دعا السيد الرئيس لإطلاق هذه المبادرة، مبادرة الحوار الوطني، لأنها كانت مرحلة في الوقت المناسب. عندما تستقر الدولة وترسخ أركانها وتمتلك يعني وتؤكد أدواتها بشكل حقيقي، تستدعي الحوار السياسي لكل القوى السياسية ليكونوا فاعلين في جمهورية جديدة. طيب أنا سألت حضرتك في البداية عن هل نحن مستعدون لحوار وطني؟ سؤالي ده بسألك، هل المناخ السياسي بشكل عام قادر على سعة فكرة التوافق وعمل وطني جاد وحقيقي؟ يعني أقول لحضرتك على حاجة، لو المناخ ما يسمحش ما كناش وصلنا لهذه الدرجة، وانطلق الحوار وتقرر له موعد انطلاقه، وكن يعني ولم تكن هذه الجلسات لمجلس الأمناء قد تحققت، لكن كل الأجواء تؤكد ذلك. نحن أمام يعني مساحات زي ما أكدت لحضرتك لا توجد خطوط حمراء، زي ما أكدت لحضرتك كمان إنه لجنة العفو مفعلة وبتبحث أوضاع العديد من المحكوم عليهم بأحكام سالبة الحرية، وتم الإفراجات كما ذكرت لحضرتك وهكذا. يعني لا يوجد يعني سقف ضيق في النقاش من أجل يعني منع حوار مثل الحوار الوطني أو تنفيذ مبادرة، بالعكس كل القوى السياسية مشاركة وتعتبرها يعني عمل جاد جدا، لأنه زي ما قلت لحضرتك هذه المبادرة يعني هي مبادرة نوعية، وبالتالي علينا جميعا استثمارها. المناخ في مصر يعني كل الجالسين على طاولة مجلس الأمناء يؤكدون أن المناخ مناسب، بدليل تعاطيهم وتفاعلهم ويعني توافقهم في كل القضايا التي تم مناقشتها. طيب إزاي يرتبط نجاح الحوار
بحالة الوعي العام. الاثنين هيرتبطوا ازاي ببعض؟ بأهمية وجود حوار. الحوار جزء من يعني عندنا احنا في الحوار الوطني زي ما قلت لحضرتك 19 لجنه. تمام. وعندنا يعني عندنا ثلاث محاور مهمين: المحور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي. في المحور المجتمعي هتلاقي فيه لجنه اسمها لجنه الثقافه والهويه الوطنيه. تمام. ودي بتندرج تحتها يعني نقاشات وموضوعات تتعلق باهميه يعني وتنميه وبناء الانسان وتنميه الوعي لدى المصريين بشكل عام. وجزء من الحوار هنا الـ يعني النتائج والمخرجات التي سيقدمها الحوار بالتاكيد انها يعني ستبعث لدى المواطن المصري قدر كبير من الوعي، وتدرك جيدا ان هذه المخرجات ان الدوله مهتمة بالمواطن، وأن رأس الدولة أطلق المبادرة من أجل المواطن، وأن المواطن رقم مهم جدا في ما تقوم به الدولة بشكل عام على الصعيد السياسي وعلى الصعيد وعلى كل الأصعدة. وبالتالي هنا يتشكل لديه قناعة ويتشكل لديه وعي. كمان في نقاشات مهمة جدا وملفات تتعلق في بالملف الثقافي وفي السينما وفي المسرح وفي الغنى وفي المزيكا وفي وإعادة فتح آفاق كبيرة جدا في النشر وهيئة قصور الثقافة وغيرها، وتفعيل كل مؤسسات الدولة التي تساهم بشكل كبير جدا في ترسيخ وتعميق الوعي لدى المواطن المصري. وبالتالي هنا الحوار بالنظرة الشاملة يؤكد الوعي بل يزيد. عندنا مثلا على سبيل المثال الوعي ده مشترك في كل حاجة، في كل الملفات السياسية وفي كل الموضوعات وفي كل القضايا. وبالتالي هنا لا شك انه هذا الحوار وهذه المبادرة عندما تنطلق وعندما نصل الى يعني محطتها الأخيرة يعني ستكون ثمارها جيدة، وسيستفيد المواطن بهذه الثمار وستكتب للمستقبل يعني كتابة ورؤية مبشرة جدا تصب في صالح هذه الدولة وفي صالح المواطن. كده حضرتك جاوبتني عن سؤال اللجنة الثقافية وأهميتها داخل الحوار. طيب هنتقل لسؤال الآخر عن التحديات الاقتصادية العالمية. العالم يعني لم نخرج من جائحة كورونا ويدوب بنتنفس الصعداء، ولم نستفق من جائحة كورونا ويدوب كده بنتنفس كلنا الصعداء، وهلت علينا الحرب الروسية الأوكرانية بتداعيات سياسية واقتصادية جامة. تحديدا الأزمة الاقتصادية، كيف سيساعد الحوار الوطني الدولة المصرية في التحديات الاقتصادية العالمية؟ طيب أنا هرجعك شوية قبل جائحة كورونا وقبل الأزمة الأوكرانية. هو حجم الخسائر التي نجمت عما يسمى بالربيع العربي تمام و2011 والتخريب والفوضى، يعني احنا بنتكلم في مليارات تمام يعني بنتكلم في عشرات ومئات المليارات. وبالتالي الخسائر يعني ضربت عظم الدولة المصرية بل أنها أصابت المنطقة العربية بعاهة مستديمة، العواصم التي لا تزال تنزف حتى هذه اللحظة. ده حقيقي. تمام. وما ان استطاعت الدوله المصريه بعون الله انه تنهض وتستعيد عافيتها مره ثانيه وتقف على رجليها حتى جاءت جائحه كورونا. وعظمه الدوله المصريه وفلسفه القياده السياسيه في اداره جائحه كورونا وازاي عبرت من جائحه كورونا، وكان النموذج يقاس عليه من دول بصراحة. نموذج يقاس عليه من دول العالم، منظمات أشادت بهذه التجربة، ده حقيقي، منظمات عالمية طبعا. ونجحنا في هذه الفترة والعبور من هذه الأزمة أو مواجهتها أو التعامل معها. اصطدم العالم بالحرب الروسية الأوكرانية. طيب مصر جزء من العالم، لابد أن تتأثر، العالم كله يتأثر، ده حقيقي. تمام. طيب هذه الأزمة لا شك انه الأزمة الاقتصادية ده اللي عاوزين نعرفه للناس، انه جزء اصيل، انه هي أزمة عالمية اقتصادية، ده جزء اصيل يا فندم في على طاولة النقاشات في الحوار الوطني.
والمحور الاقتصادي. ويعني انا عايز اقول لحضرتك واطمن كل الناس انه من خلال ما تابعته من كواليس داخل مجلس الامناء ونقاشات مع المقرر والمقرر المساعد للجنة الاقتصادية، في الحقيقة يعني اقدر اقول لحضرتك انه الجميع يبذل مجهود كبير جدا في فتح افاق وتسليك الانسداد داخل المسارات الاقتصادية بحثا عن اي اضافة للمواطن وفقا للمتاح. يعني مش عايزين، يعني انا مش من مدرسة انه تعلي سقف التوقعات والطموحات وفي الاخر لا، لابد ان نتحدث بكلام مسؤول وفق ما يتم وفق الظروف المتاحة. وبالتالي هنا لا نصبح أسرى لمدرسة ينبغي ويجب ويكون والتنظير المجاني، لا، هذه القضية وهذا الملف الاقتصادي يتعلق بموازنة، يتعلق بميزانية، يتعلق بتكلفة، وبالتالي هناك رغبة سياسية كبيرة جدا من القيادة السياسية ومن المشاركين في الحوار الوطني لبذل أكبر مجهود من ممكن لتقديم أكبر حلول ممكنة في حل الأزمة الاقتصادية. تمام. طيب القوى الناعمة وأهمية القوى الناعمة ودورها، الحقيقة دورها كبير في نشر الثقافة والوعي. حدثنا أكثر عن دور القوى الناعمة في نشر ثقافة الحوار الوطني والوعي بشكل عام بأهمية الحوار الوطني. يعني زي ما أنا قلت لحضرتك أنه الملف الثقافي بما يشمله من يعني فنون عديدة وصناعة الثقافة وصناعة السينما وغيرها ومثقفين ويعني صناعة أجيال جديدة، يعني دايما في تاريخ مصر القوى الناعمة تلعب دور يعني مهم ودور مؤثر. ويعني كيف يؤثر تؤثر هذه القوى الناعمة في محيطها، ومصر يعني متميزة في هذا المجال بشكل عام، وبالتالي حريصة جدا على انه تهتم بهذا الملف من خلال الملفات المعروضة داخل الحوار الوطني، من خلال ملف الثقافة والهوية الوطنية كما ذكرت لحضرتك، ومن خلال يعني الموضوعات والقضايا التي تندرج تحته. وده في الحقيقة أفردنا مساحة كبيرة جدا للملف الثقافي وما يتضمنه وصولا للقوى الناعمة اللي حضرتك بتتكلمي عليها، ويدرك القائمين على الحوار الوطني أهمية يعني تقديم كافة الخدمات يعني لصناعة قوى ناعمة واستثمارها في مصر بشكل أفضل في مختلف المناحي الحياة. طيب الحوار الحقيقة هو اللي أعطى الأكسجين للأحزاب السياسية، الأحزاب السياسية كانت شبه ميتة، لكن الحوار الوطني طرح نقاشات، حركت، شغلت الأحزاب، هناك حالة من الحراك السياسي بتشهد الساحة للأحزاب بعقد ورش عمل، صالونات سياسية، مناقشات للقضايا اللي بتندرج تحت المحور الرئيسية للحوار. كيف ترى هذه الاستجابة من قبل الأحزاب للحوار الوطني؟ استجابة كبيرة جدا، يعني الذكاء أن يستثمر أو تستثمر كل القوى السياسية والأحزاب هذه الفرصة، لأن الفرصة زي ما أنت قلت حضرتك أنها يعني تضخ أكسجين داخل يعني هذه الأحزاب وهذه القوى، لأنه بعض الأحزاب معظمها يعني مش كتير بس يعني نسبة منها يعني أحزاب داخل غرف مغلقة، أحزاب ورقية في حاجة ماسة إلى أنها يعني تنتشر بشكل أكبر. جاءت الفرصة، عليها أن تستثمرها لكي تنطلق، لكي يكون لها مشاركة في مجلس الشيوخ، في مجلس النواب، في المحليات، في مناحي الحياة العامة. وأعتقد أنه الحوار فاتح بابه لجميع هذه القوى والأحزاب للمشاركة، ولا يوجد أحد ممنوع سوى من يعني تورط في العنف وتلطخت يده بالدماء، وده كنا يعني متفقين عليه من أول جلسة في مجلس أمناء الحوار الوطني. هذه المبادرة نعم يعني أحدثت حالة حراك غير مسبوقة، الأمال كبيرة جدا على الأحزاب، وفي نفس الوقت الأحزاب أملها كبيرة جدا على الحوار الوطني، لكن في النهاية الهدف هو المشهد السياسي الوطني الذي يجمع البيت المصري بشكل عام. طيب كيف تفسر الحالة اللي بنشهدها جميعا من اتفاق لجميع الأطياف المدعوة للحوار
يعني ازاي قدرتوا تتفقوا على فكرة الشراكة والتوافق للعمل الوطني لإنجاح هذا الحوار؟ المبادرة جادة، مبادرة من رأس الدولة المصرية، ومبادرة فكرة جادة، التوافق يعني مبادرة كلنا جادة، يعني جدية المبادرة تدفع الجميع للتوافق. الجدية. طيب سؤال مهم جدا بيتزامن مع إجراءات الاستعداد لجلسات الحوار الوطني، خروج قوائم المحبوسين من ضمن جهود لجنة العفو الرئاسي، كيف ترى كل هذه الجهود لخروج حوار وطني جاد وحقيقي؟ يعني تفعيل لجنة الحوار، يعني للجنة العفو الرئاسي منذ يعني إطلاق المبادرة أتت بثمار طيبة وألقت بنتائج إيجابية على سير العمل داخل مجلس الأمناء وعلى الحوار الوطني. وفي الحقيقة مجلس الأمناء دائما بيثمن تفعيل لجنة العفو الرئاسي ويطالبها ويطالب القيادة السياسية بالمزيد من يعني الإجراءات التي تساهم في خلق وتهيئة المناخ الإيجابي للحياة السياسية بشكل عام في مصر. أخيرا وليس بآخر، وده كان أهم سؤال في حواري النهاردة مع حضرتك، عن الحوار الوطني، كيف نجح في تنفيذ أولى الخطوات اللي بتتخذها الدولة نحو بناء جمهورية جديدة؟ حدثنا عن دلالات التوافق بين المشاركين، وكمان ارتباطها باستراتيجية الدولة من أجل جمهورية جديدة. يعني أنا عايز أقول لحضرتك إنه يعني كل ما حدث وكل ما سيناقش في الحوار الوطني سيصب في النهاية ليؤكد أولا حالة التوافق، وثانيا سيصب في الطريق نحو جمهورية جديدة. جزيل الشكر لحضرتك أستاذ جمال على كل هذه المعلومات وكل التوضيحات، وعلى وجودك معنا في هذا الحوار وعلى شاشة إكسترا لايف، والشكر الأكبر والموصول لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.